السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم تلاميذ سنة أولى ثانوي. لا تنسوا فقط الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. سأقدم لكم في هذا الفيديو تلخيص لأبيات حاتم الطائي بعنوان من كرم العرب. إذن حاتم الطائي أولا وقبل كل شيء هو شاعر من العصر الجاهلي، عرف بجوده وكرمه. نظم هذه القصيدة افتخارا بنفسه وبكرمه وجوده، وكذلك لغرس هذه الصفة الحميدة في نفوس الناس أو في النفوس بغية للاقتداء بها. حاتم الطائي شاعر من العصر الجاهلي، قلنا قد عرف بجوده وكرمه في العصر الجاهلي. إذا نظم هذه القصيدة حيث وصف لنا رجلا يسير ليلا وصفه باليائس وبالمجنون، إيحاء بالحالة أو الحالة النفسية التي كان عليها والهراء الشديد الذي عاشه هذا الساري من هول الليل، وكأنه يصارع وينازع وحوش الليل. بعد سماع حاتم الطائي لنداء الساري في هذه القصيدة، قام بإشعال النار ليراها الرجل الذي وصفه بالمجنون، وذهب وأخرج كلبه لينبح فيهتدي هذا الضيف إليه. استقبل شاعر حاتم الطائي ضيفه بكل فرح وسرور، ثم أقبل نحوه يتحدث إليه بصوت كريم، وأسرع بإكرامه وضيافته، وهذا دليل الجود والكرم عند العرب. ولم يقعد الشاعر أو حاتم الطائي ليسأله، ثم ذبح الشاعر لضيفه إبلا كريمة عزيزة على قلبه. وأخبرنا حاتم الطائي في الأخير بأن هذه الصفة، صفة الكرم والجود، هي صفة أصيلة فيه، لأنه ورثها عن أبيه وكذلك عن جده أو أجداده. وإلى تعبير آخر أو تلخيص آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.